حي على الصلاة. مجرد ما تسمع صوته تحس ان النهاية قربت والقيامة هتقوم، رعب واطمئنان وخوف، كلها احاسيس مختلطة ومتشابكة هتحس بيها في نفس الوقت لما تسمع الاذان من صوت الشيخ محمد جازي عبد الله. مين هو الشيخ ده بالظبط؟ وليه الاذان بتاعه انتشر بالشكل الغريب ده على السوشيال ميديا؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. محمد جازي عبد الله، الشيخ صاحب صوت الأذان الخاشع اللي أبكى الملايين على السوشيال ميديا بصوته في أداء الأذان. الشيخ أطلق عليه رواد السوشيال ميديا عبارة وكأنه النداء الأخير للصلاة. وأذان نهاية العالم، طريقة أداء الشيخ وصوت الأذان أثارت فضول ناس كتيرة حول العالم. كل المسلمين اللي سمعوا الأذان بصوت الشيخ شعروا كأن العالم هينتهي قريب، أيام بل لحظات وينتهي العالم. إمتى بالظبط ظهرت قصة الشيخ محمد؟ من أيام قليلة فقط ظهرت قصة الشيخ محمد. البداية جت عن طريق مديرية أوقاف أربد الأولى بالمملكة الهاشمية الأردنية. وقتها المديرية كانت نشرت مقطع فيديو للشيخ وهو بيردد الأذان. بعد ساعات ليلة انتشر الفيديو وحصل على كتير من الإعجابات وآلاف التعليقات، منها اللي أكد إن ده أذان نهاية العالم اللي بيحذر الكل من نهاية العالم. بعد ما الأذان انتشر بالشكل الكبير ده، أعادت مديرية الأوقاف نشر فيديوهات تانية أكتر للشيخ، وبقى هو المؤذن الموحد لمحافظة إربد اللي بيرفع الأذان من المسجد الهاشمي بصوت المؤذن صاحب الصوت العذب الشيخ محمد جازي عبد الله. واحد من فيديوهات الشيخ على الفيسبوك وصل عدد مشاهدتها ل 100 مليون خلال فترة قصيرة جدا. بنفسه حكى الشيخ محمد جازي عبد الله قصته، حكاها الموقع الوطن، وقال ان الاذان المنتشر كان من فترة في صلاة العشاء بالمسجد الهاشمي ونشرته المديرية، وفوجئ بانه حصد مئات الملايين من التعليقات، كلها فرحته جدا وشجعته على الاستمرار. الشيخ عبر عن سعادته وفخره ان مديرية الاوقاف في منطقته اختارته ليكون المؤذن الموحد في محافظته، وقال فخر كبير بان المديرية تختارني لاداء الاذان الموحد، وده كان سبب انتشار الفيديو، فضلا كمان عن اعطاء دروس علمية مرة كل اسبوع. والمكان اللي تسجل فيه مقطع الفيديو كان ملائم للشعور بانه اخر نداء للصلاة. الشيخ محمد بيتمنى دلوقتي ان يسجل القرآن الكريم كامل بصوته، وان تسجيلاته الصوتية دي تلف العالم كله، واهم امنية عنده في حياته كلها انه يصلي في المسجد الاقصى بالمصلين. طيب ايه بقى سر صوت الشيخ محمد؟ السر ان الشيخ بيستخدم واحد من المقامات الشهيرة في الاذان، مقام اثر كارد. المقام ده مع الاتقان الشديد وطبقة الصوت المميزة بيكون قادر ان الصوت يطلع معاه كده بنفس درجة الخشوع الكبيرة دي، والمقام ده معروف عند القراء الكبار وبيستخدم في أغلب الوقت في تركيا والأردن والمناطق المحيطة حولها. من النادر استخدام المقام ده عندنا في مصر أو في السعودية، بيستخدموا مقامات تانية هنا غير المقام ده. في النهاية أنتم إيه رأيكم في قصة أذان نهاية العالم؟ وهل الأذان بصوت الشيخ محمد يعتبر رسالة تحذير فعلا ولا لأ؟